السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هذه الاقنعه وجدات قناع ها هو ساهل هذا بالخيوط هو بالخيوط يتعقدوا الله. هذا هو بلاستيك ها هو بلاستيك تا هو هذا هو بلاستيك ها هما الطريقه ديال هادو راهم ديال الثوب الثوب ديال القطن لي, لي الاكسجين انه يدخل أه الطريقه ديال التصبين ديالهم انك ملي كتبغي تصبنهم كتصبنهم من الاول بشويه الماء طيب وشويه الماء والصابون ملي كتشللهم كدير لهم الماء طيب يعني الماء خارجه لي السبوله الماء طيب مغلي يعني على 100 درجه ديال الحراره وكتخشي وكتكبوا عليهم في واحد الطاسه تخليهم 3 دقائق 3 مينوت 3 مينوتي كتخليهم باش كيتعقموا مزيان وتحيد منهم اي الامراض وكل شيء ومن بعد كديرهم ينشفوا طبيعه الحال في بلاصه اللي نقيه في اليدين اللي مغسولين بمقبط اللي نقي وتلقيهم الشمس الشمس كتزيد حتى هي كتقتل ديك الميكروبات كاملين وان شاء الله هاد الفكره دير في هاد الوقت ديال الازمه ديال ان الكمامات ما كاينينش مده طويله والزوج كيقلب عليهم ملقاهمش لذلك هذه هي فكره بسيطه سهله ماهله انا خدمت بوسي نقدروا كذلك نخيطهم مع بيدينا ماشي ضروري الماكينه عبيد بيدينا انا راه جوج عبيدي مع بيدي لان بالليل خديت خيطهم وما نخدم الماكينه نصدع الموبل ممكن تخيطيهم مع الماكينة صافي و وتسام ليهم المكي... ماشي ضروري الماكي ماشي ضروري تخيطيهم ب... 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 بالماكينه اللي بعدوش الماكينه يخيطهم باليد صافي راني يعني وريتكم واحد مصوباه متخيط باليد و... ومصوباه ب... وريتكم لبرا فكره سهله جربوها